وللحديث أكثر عن الاحتلال الأمريكي وما صدره للعراق مما ادعى أنه الديمقراطية، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعمة الراوي. دكتور نعمة، أهلا بك. يعني في البداية، بعد حصاد مر بشهادة الكثير من العراقيين أنفسهم والكثير كذلك من المنظمات الحقوقية، السؤال هنا: هل يمكن أن نجازف ونقول أن في العراق ديمقراطية راسخة بعد 18 عاما على الاحتلال الأمريكي؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم وكل مشاهدي قناة الرافدين، قناة المقاومة. أنا أعتقد أنه الأمريكان جاءوا بنظام بشلة، العفو ليس نظام، بشلة من الفاسدين، من القتلة، من الجهلة، فليس لديهم فكر أو تصور حول الديمقراطية أو ماذا تعني الديمقراطية، بالرغم من أنهم كانوا في الدول الشتات في الغرب، لكنهم لم يتعلموا لأنهم جهلة، والجهل لن يتعلم مهما تكون في بيئته ومحيطه إذا لم يكن لديه تصور فكر حول معنى الديمقراطية، معنى الشمولية، معنى الدكتاتورية، معنى كل المصطلحات السياسية في عالم اليوم. هم ليس لديهم هذه، هم كانوا يتسكعون في شوارع لندن وباريس وإيران وسوريا وإلى آخره، فليس لديهم أي تصور، ولهذا جاب أبخس الأمريكي القدر، جاب أبخس ما أنتجته البطن العراقية من هؤلاء الشلة الفاسدة التي ليس لها لا ثقافة ولا تصور ولا دكتور وطني نعمة. ولا تفضل. بحسب متابعتك وباعتقادك وقراءتك للمشهد العراقي عن كثب، يعني ما الذي يحتاج إليه العراق أو ما الذي ينقصه حتى تتشكل لديه ديمقراطية حقيقية؟ حقيقة متى ما أزيلت هذه الشلة الفاسدة من المشهد السياسي، عند ذلك وتكون هنالك انتخابات نزيهة وانتخابات ذات مصداقية، ومن يكون لديه برنامج سياسي طموح، برنامج سياسي واضح، هو بهذه الحالة يستطيع أن يفوز وأن تكون هنالك ديمقراطية. أما أن تكون إيران هي المهيمن وهي الموجه ورموز أو ذيولها موجودين ويحكمون، فكيف تتصور أن تكون هنالك ديمقراطية حتى ولو مصطلحا نقول ناشئة؟ لأخي الكريم، من الصعوبة بمكان أن تكون في العراق ما زالت هذه الشلة الفاسدة هي التي تتسيد المشهد السياسي في العراق. إلى سؤال جديد الآن دكتور نعمة، يعني هل فعلا الغزو الأمريكي أراد مثلا تصميم أو ترسيخ حياة ديمقراطية في العراق، لكنه اصطدم بتحديات والصعاب واجهت هذه العملية السياسية أفرغتها يعني من محتواها وانتهت لهذا الشكل المشوه الذي نراه؟ هل فعلا سعى الاحتلال إلى إرساء الديمقراطية في العراق؟ الحقيقة هذا السؤال هو عكس ما جاء به الاحتلال. ليس هنالك أي تصور لمسألة الديمقراطية. نحن هنا نسأل طبعا، لا نسلم بهذه المعلومة، وإنما نطرح تساؤلا. نعم أنا أفهم ما، ولكن حتى السؤال من الآخرين بهذه الصيغة هو غير جائز لهؤلاء الشلة، لهؤلاء الناس. لأن أولا أمريكا إذا كانت صحيح ديمقراطية، أخي الكريم كيف جاءت بديمقراطية؟ إذا جاء بريمر ومن يمكن الشهر الأول أو الثاني جمع هذه الأغنام، وهذا قد عدد السنة كذا وعدد الشيعة كذا وعدد الأكراد كذا وقسمهم وكأنهم قطيع من الأغنام، فكيف تكون الديمقراطية؟ الديمقراطية التي نفهمها هي صناديق الاقتراح، هي القيادات الواعية الشابة تتصدر المشهد، وتكون هناك صناديق للاقتراع، صناديق تبين منه الذي يفوز ومنه الذي، وإذا فاز الخاسر يشكره ويهنئه. لكن الآن أثبتت هذه الانتخابات الأخيرة أنه
من الذين كانوا ينتقدون الذين يطلعون يخرجون مظاهرات الآن يتظاهرون. فكيف هذه الديمقراطية؟ هذه ديمقراطية مسخة، ديمقراطية وسخة. لا يمكن للعراق أن ينشأ وينجو من هؤلاء مثل هذه الديمقراطية. دكتور نعمة، هل تعتقد أن العملية السياسية في العراق جعلت من العراق واحة للديمقراطية كما قال جورج بوش الابن بعيدة غزوه للعراق؟ هل حصل ذلك فعلا؟ حقيقة لعنه الله أولا بوش عندما قال هذه الكلمة التي هي عكس مستوى التاريخ وقيادة التاريخ وطموح التاريخ أنه تكون هنالك ديمقراطية. فكيف تكون الديمقراطية؟ الديمقراطية عندما يأتون ناس ليس معممين جهلة، ليس يكون أمرهم خارج العراق، الولي الفقيه، الرمز الديني، كيف تكون هنالك ديمقراطية؟ كيف تكون هناك ديمقراطية؟ كان هنالك سلاح، كان هنالك المحسوبية، كان هنالك الرشوة، كان هنالك المال الذي يوزع على الأصحاب والأخلال وإلى آخره. فأعتقد مع الأسف الشديد أنه العراق يحتاج إلى رجال وليس بهذا الموجودين الآن. السؤال الأخير الآن دكتور نعمة، يعني هناك من يرى أن العديد أو العدد الكبير من الأحزاب والتيارات والميليشيات التي تعج بها الساحة العراقية، هناك من يرى أنها دليل على أن النظام السياسي التعددي قائم على التداول السياسي والسلمي للسلطة كما تقول قوى العملية السياسية. كيف تعلق على ذلك؟ أحيلك إلى الانتخابات الأخيرة. تفضل. 10 أكتوبر. نعم. هذول ذيول إيران كثيرا منهم فشلوا، لم يحققوا. قسم منهم صوت وصوتين وقسم 15 وقسم كذا. بالله عليك أو أقول للمشاهد، تفضل، هل قبلوا بالنتيجة؟ لا، بدأوا يتظاهرون في المنطقة الخضراء. أنت تحكم وتتظاهر على نفسك يا ذيل، كيف تكون هذه؟ هذه ليس ديمقراطية، وليس هنالك تعددية، وليس هنالك تداول للسلطة، تداول سلمي للسلطة. الآن أنه أما أنت وحاضر كلمة الدماء أو المواجهة الشيعية يخوفون بهذا الوجه القبيح لما يريدون للعراق، أنه إذا ما كذا يكون هنالك الدماء الشيعية، إذا ما يكون ذلك يكون دماء سنية. أخي البارحة أو أول البارحة مقابلة مع شخص ما أريد أذكر اسمه لأنه أحقر من بعجالة لو اسمه، أحقر من أذكر اسمه، خرج على أحد الشاشات. يعني كيف لإنسان إذا يكون وطني أو إنسان شريف يسمح لنفسه أنه فلان التقى بي من خارج الدولة وفلان التقى بالفلان الفلاني وفلان أنطف كذا وفلان؟ يا أخي العراق الله يعونه في العراق، وجاءت أمريكا وبريطانيا بها الوجوه القذرة وأرسلتهم نماذج وسخة للعراق. من لندن كنت ضيفنا عبر سكايب الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية دكتور نعمة الراوي، شكرا جزيلا لك.